ان في اكل ولا مفيش، وان مفهوم الازمه عندنا ان الاكل يبقى متوفر او مش متوفر، سعر الاكل كام، انما مدى ان الاكل ده يسبب مشكله كملوث ولا لا، ده ما هواش شاغل مخ ناس كتير في مصر. ويمكن انا هخرج من الحته دي وهاجي في لقطه تانية سريعه كده اوريها لكم، حصلت من يومين اتنين بالتحديد، كانت يوم السبت، وشارك فيها اخويا استاذ متولي هو جاي.